طيب سيادة الوزير، لازم اشتكي مش بس من التليفونات والاتصالات، لازم اشتكي من الانترنت. وحضرتك وعدتنا ان الانترنت هيتحسن والاسعار هتقل. احنا بندفع فلوس كتيرة في خدمة محتكرة طبعا زي ما حضرتك عارف، بخدمة سيئة. امتى الاسعار الجديدة؟ هل هيتم كسر احتكار المصرية للاتصالات؟ هطلب منك تدفعي مكالمة تانية كده هون وتكلميني بعد عشان التليفون الاولاني من يونيو. امتى اكلمك؟ امتى؟ اول يونيو. في الاسبوع الاولاني من يونيو ان شاء الله تكلميني. هنا 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 دي الاسعار الجديده. ان شاء الله يبقى في تحسن في الخدمه وفي اسعار ان شاء الله ترضي الناس جميعا. احنا الهدف من الموضوع برضه عشان الناس تبقى فاهمه، فرصه جميله اللي حضرتك بتديها لي. الهدف من الموضوع الانتشار. انا دلوقتي مصر، انا عايز ابرز مصر وارجع لو انا عايز اعمل استثمارات جديده بالمستوى اللي احنا موجودين فيه دلوقتي ده، حقيقي احنا في وضع مش كويس. فانا البنتريشن او النفاذيه بتاعتنا لاستخدام الانترنت ضعيفه جدا دلوقتي. طيب بنتكلم في حوالي 34%. بلاد كانت ورانا كتير، الاردن والمغرب وتونس، عدوا ال 50 و60% و70%. انا عايز اوصل لل 50%. مش هقدر اوصل بالكلام ده غير لو نزلت بالاسعار بصوره مناسبه، وفي نفس الوقت اديت خدمه متميزه، اديت خدمه احسن شويه. صحيح. من الموجود. لكن ما حدش دلوقتي بيتكلم على 512 و256 ولا حتى 1 و2. انا مكسوف وانا بقول الكلام ده، لكن النقطه نبتدي بس وكسر الاحتكار يا سياده الوزير. الاحتكار لا، ما تقلقيش، ما فيش احتكار ان شاء الله. ماشي، ده خبر مهم. طالما في ريجليتر يبقى ما فيش احتكار. طيب ما هي شركه واحده اللي بتقدم السيرفيس، حضرتك عارف يعني في النهايه احنا عندنا. انا بقول لحضرتك طالما في ريجليتر يبقى ما فيش احتكار. طيب. ان شاء الله. انا بشكرك سيد وزير الاتصالات مهندس خالد نجم. اذا اول يونيو الاسعار الجديده، الاحتكار، وهو اكد لنا ان هو يعني واضح ان الاحتكار ده لن يستمر طويلا. الخدمه البنتريشن يعني ان احنا الاختراق ان هو يبقى موجود واسع يعني في كل مكان في مصر بجوده عاليه، هو ده اللي نتمناه.